الرياضات اللي يتكلمون عنها مثلا يقول لك افضل رياضه المشي او الجري، لان الانسان طبيعته لازم يمشي صح ولا لا؟ الملاكمه لا، بدأوا يستخدمونها الملوك يعني الاباطره في دفن الناس سواء كان عبيد او ناس عاديين يلعبوها بلعبه قدامهم يستمتعون بها، وكانت عشوائيه ولحد القتل يعني. تطورت طبعا هذه في دراسات علميه انها اثبت منقوشات في العراق تعود الى 7000 سنه قبل الميلاد، يعني تتكلم عن 7000 سنه، وفي منقوشات في الحضاره الفرعونيه، في منقوشات في الحضاره الرومانيه. طبعا كانت تتقدم اللعبه في البدايه الايادي فاضيه، وبعدين اذا بدايه يكون حاجه بسيطه فقط عشان يعني الوقت اللي يكمل ما يصير قصور. وتقدمت تقدمت الين في 1904 تم دخولها او الاعتراف فيها بشكل قانوني بشكل دولي، يعني هذه لعبه رياضه معترف فيها، يعني نتكلم عن 110 سنوات تقريبا. طبعا تطورت فيها القوانين، من اساس قوانين لعبه الملاكمه بالذات الملاكمه كل لعبه فيها حكم صح ولا لا؟ الحكم عشان ايش؟ يحتسب اخطاء، يعاقب، يعمل كذا، الا الملاكمه كلعبه وظيفه الحكم الاولى اللي موجود في الساحه هو حمايه اللاعب، اول شيء. اول شيء تحميه، يعني ممكن طبعا احنا نتكلم في نوعين من الملاكمه المحترفين في الهواة او الاولمبيه اللي احنا نسميها هذه. مثل ما قلنا وظيفه الحكم هو حمايتك انت، ممكن انت ما عندك القدرة انك تدافع عن نفسك، ومش محتاج اللاعب الخصم انه يعني يضربك او انه يأثر فيك عشان انه يحس بفايدة. مجرد ان الحكم مكتئب ان انت ما عندك القدرة على انك تدافع عن نفسك تنتهي المباراة لعدم التكافؤ، انه ما في تكافؤ بين هذا الشخص قوي جدا او عنده تكنيك عالي جدا وهذا الشخص لسه مبتدئ، فينهي النزال. لان الهدف من اللعبة هي يعني او قصدي الهدف من 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 الحكم هو حمايتك انت. ايضا في تطوير اللعبه عمل الملابس الخاصه في الملاكمه، وهي ايضا يعني تختلف اختلاف كلي عن المحترفين. المحترفين تشوفونها في التلفزيون تسمعون عن اصابات وعن مش عارف ايش، راح نتكلم عن الاصابات او عن حدث ثاني على اساس يكون عندكم معلومات كامله، مش انه نلمع اللعبه وان هذه اللعبه ما فيها اي حاجه، لا فيها كل لعبه فيها، كرة القدم فيها، السباحه اللي هي لحالك فيها، السفن، خيل عسير، اشياء كثيره. لعبه المحترفين تختلف كليا عن الهواة، حتى في الملابس، انت قد تشوف قفازات تشابه قفازات المحترف، ولكن في اسفنج، وهذا اسفنج له يعني قوه ضغط وامتصاص للكمه. هذا الاسفنج اللي موجود في القفاز اللي هو تبع الهواة يمتص لكمتك 70%، بمعنى ان انت لكمتك قويه جدا صح ولا لا؟ وزنها 100 كيلو، هذا يمتص من ال 100 كيلو يعني قدر كبير جدا. هذا من ناحيه الحمايه احنا حاليا نتكلم، بعدين راح نتكلم ايش الاضرار وايش الاشياء اللي تسمعون عنها. هذا بالنسبه للقفازات، ايضا في عندك واقي للثه، انتم تعرفون اللثه يعني عند ضربها بالاسنان تنجرح. ففي واقي سيليكون مخصص للملاكمه. طبعا انت قد تشوفه صغير او شيء، لا هذا ينحط في ماي دافي وبعدين تاخذ تعبه وياخذ الشكل العام للفك والاسنان فيدافع عن اللثه. هذا من ناحيه الاصابات اللي كانت في اللثه. انتم شفتوا ملاكمات، نادر ما تشوفون في دم يطلع من الفم، عادة يطلع من الأنف، وهذا قد بعد في المحترفين. واقي الراس، واقي الراس شايفين كيف يغطي الجبهة وعند الأذنين، الأذنين إذا أنتم درستوا في العلوم في شيء اسمه السائل في الأذن الوسطى أو في الأذن الداخلية اللي هو تبع الاتزان. لما تشوفون في الأفلام واحد يطلع واحد يفتح ضربة بسيطة كذا يغمى عليه، لأنه يفقد الاتزان نتيجة السائل هذا اللي طبعا هذه تم إلغائها حاليا بالاتحاد الدولي واقي الراس. ليش؟ اثبت الان طبعا هذه المعلومات اقول لكم اياها موجوده على النت، يعني سهل الوصول اليها على النت، واحد يدرس يتلقى في سياره الملاكمه. اثبت حاليا رئيس الاتحاد بعد انشل هذه نسبه السقوط الفتره الماضيه صفر عدم في ثلاث بطولات على التوالي.
ثلاث بطولات دولية على التوالي، ما في ولا لاعب أسقط بالمرة الماضية بعد الاستغناء عن واغر راس. طبعا هو كان يعمل ارتجاج لأنه هو اسفنجي يعني ربل، اسفنج مع اسفنج يعمل ارتداد سريع، فالارتداد هذا يعمل اختلال في اللغة الوسطى أو الارتجاج بمعنى الارتجاج العلمي، يعني هو ارتجاج. هذا الباندج يلبس، طبعا هذا يختلف ايضا عن المحترفين، المحترفين تشوفون سموم يكون شيء لاصق وكذا يخلي المكان قاسي جدا في يده، عشان لما يلبس القفاز يكون برضه القفاز ممتلئ وقاسي جدا، عشان لما تشوفون فتحات هنا عند الجفون تحت فتحات صغيرة، هذا في المحترفين. في الهواة شوف اي مباراة مستحيل تلاقي في فتحات في الجفون او فوق في الوجه، ما في فتحات، لان هذا اسفنج قوي جدا، يعني مش قوي جدا يعني خفيف، يمتص اي ضربه ما توصل عظمه اليد، لان تلامس عظمه الوجن وتسبب تمزق في الوجه. ايضا في واقي الخصيه اللي هو يحمي الشخص اذا كانت اللحمه تحت الحزام، تعرفون اللحمه تحت الحزام ممنوع في الملاكمه، ولكن مع اللعب الانفعال قد تجي اللحمه اسفل الحزام فتاثر على اللاعب، فايضا في واقي، والواقي هذا قوي جدا يعني. هذا من ناحيه السيفتي والحمايه في الملاكمه. المفهوم الخاطئ للملاكمه المنتشر العاميه ان الملاكمه تسبب ارتجاج ومش عارف ايش، وان مثل في استاذ كلمه تحكى لي يلعبون ملاكمه قصيرين عمر. محمد علي كلاي، تسمع عن محمد علي كلاي؟ طيب محمد علي كلاي هل احد عنده معلومه ايش فيه؟ وجاء قاعد في 2006 صفر لحظه 2006 قابل واسلم. ايه لا، احد عنده معلومه عن ايش المرض اللي فيه؟ او تفضل. في شيء في مخه. طيب طبعا محمد علي كلاي لاعب بدا او لعبه الاحترافي او بدا في البطولات في الستينات، فوصل الى اوج تاريخه في السبعينات. لعب مباريات كانت تسمى مباريات القرن او مباريات تاريخيه، ولا زالت هي مباريات تاريخيه اللي جايين مسجله في الفيديو، مباريات تاريخيه هذه المباريات. محمد علي كلاي اصيب بمرض اسمه الشلل الرعاشي، ولا له دخل اي مكان في الملاكمه، ما له اي دخل في الملاكمه، هذا مرض اسمه الشلل الرعاشي اصيب فيه، وتعالج عن طريق دكتور سوري، دكتور عربي سوري، تعالج عن طريق الماي فقط. هذه المعلومه ان الناس دائما تضرب في محمد علي كلاي كمثل، ان شوف هذا ملاكم صار ارتجاج في المخ نتيجه ملاكمه، وهي معلومه عامه منتشره، ولكن ما حد راح يشوف، يعني انتم ما شاء الله كلكم متعلمين وعندكم اجهزه وكذا، ودخل عندنا محمد ايش قصه محمد علي كلاي؟ فبيشوف السيره الذاتيه تبعته، وبيشوف خلال مرضه ايش سبب مرضه، ومن ايش المرض وايش العلاج تبعه. تعتبر الملاكمة أو اسمها رياضة الفن النبيل، وأيضا كان لها اسم ثاني رياضة الملوك في الدولة العثمانية، أيضا كانوا يمارسونها، كانوا يمارسون الأمراء على مستوى الأمراء أو أبناء السلاطين بينهم بين، فكان دائما هي لعبة راقية، فسميت لعبة الفن النبيل، وأيضا تسمى لعبة الملوك. أيضا في الملاكمة ما عندك حد تحمل أخطائك، انت تعتمد على نفسك، صح ولا لا؟ انت مع شخص في حلقه مربعه تعتمد على نفسك، من اهم ميزاتها تقوي الثقه في النفس، لان انت تتخذ قرار سريع، تعرف ساعات تروح تكون متردد، اسوي الشغل ولا ما اسويها؟ يمكن سويتها بيصير كذا، ويمكن ما سويتها بيصير كذا، صح ولا لا؟ فضلت متردد، يعني انا لعبت، انا طبعا دخلت الملاكمه لان الاتحاد القطري فتح هنا في بدايه 2000، وقت متاخر يعني بالنسبه لي متاخر، ودخلت انا في سن شوي كبير، لكن الحمد لله يعني لاني انا صار رياضي من زمان، وكنت العب في تيكوندو، لكن احب الملاكمه، فبسرعه تحولت من التيكوندو الى الملاكمه، اكتشفت اشياء كثيره حتى افادتني حاليا في حياتي العامه بعيد عن اللعب يعني. اعتمد على النفس اول شيء في سفرك، انك تسافر طبعا خبرات وخبرات وكذا، السفر في مواد كثيره. ففي البدايه تعتمد على نفسك، تروح برا، ما بيكون عندك مثلا ابوك يقول لك سوي كذا، ولا اخوك الكبير، ولا والد البيت، ولا فلان مره، لا لازم تصير رجل بنفسك، انت عارف وين تطلع وين تروح، تمرينك،
زملاء تتعامل معاهم، كابتن، مدرب، الاداري، راح تتعامل مع تخرج عن عن يعني النطاق الاجتماعي او حتى المدرسي الى نطاق اصبحت انت رجل، انت تتخذ قرار وانت تتعامل مع الناس ومسؤول عن تصرفاتك. مسؤول عن تصرفاتك معك لما يقول لك لا عيب لا كذا لا، راح تعاقب على طول مباشره لان انت رجل خارج الى مكان تمثل دوله. عند اي حاجه على طول راح يتم، فخليك تبدا تحمل مسؤوليه نفسك في البدايه. ثاني شيء قدره على اتخاذ القرار. طبعا مع التدريبات، التدريبات كثيره فيها لان تحتاج تركيز. تكون مركز ولازم تتخذ قرار. كثر الاخطاء في اتخاذ القرار هو اللي يجعلك ايش؟ يجعلك يعني مع التقدم انك تتجنب هذه الاخطاء. يعني انت الان لما تسوي حاجه خطا وانت المسؤول عنها الوحيد وانت اللي راح تتعرض يعني مثلا اذا اخطات حركه راح يجيك بوكس. هذا عقاب على طول مباشره، ما فيها تاخير تاجيل بعدين، مباشره راح تحصله. فما راح تخطئ الخطا هذا مره ثانيه. هذا راح يعلمك حتى في حياتك. حتى في حياتك انت لو لا سمح الله مثلا هنا في المدرسه اخطات مع زميلك، هاي يعلمك شلون تصحح خطاك هذا. لان المراقبه كل يوم صحح، في التمرين صحح خطاك، في اللعب صحح خطاك، في كل شيء صحح خطاك. فراح ياثر عليك في 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 حياتك العامه انك تصحح خطاك. اعتزاز بنفسك، لانك راح تطلع الحلبه الكل راح يشوفك. اذا انت مش معتز بنفسك وخايف وكذا راح تاكلها على طول. فانت تعتز بنفسك، تظهر نفسك مظهر قوه، توقف يعني شراسه كل حاجه، هذا يعطيك اعتزاز بالنفس. في الملاكمه وما بعد الملاكمه. هاي اشياء انا جربتها بنفسي استفدت فيها بحياتي. ان بعد الملاكمه لا في عندي اتخاذ قرار، في عندي التزام في المعامله. في ناس تعتقد اذا في منكم من مارس العاب فرديه اللي هي قتاليه، اول ما تتعلم في الفنون القتاليه والاشياء هذه كيف تحترم الخصم. هذا ما يجعلك تحترم كل الناس خارج. في ناس تعتقد ان اذا لعبت كوندو او لعبت كاراتيه او لعبت ملاكمه يروح يطبقها على الكل، بيدخل خلاص هذا صار الفتوه تبع الفريق. لا بالعكس، بتلاقي تجيك المشاكل وانت تتجنبها. انت عارف انك هذا راح يعني راح يعمل حركتين بس تاخذ خطوه للخلف بيجيك تعطيه واحده نزل خطوه. فانت تحاول تتجنب المشاكل. من مميزاتنا انك تتجنب المشاكل او انك تكبر راسك. يا عمي خذها، قال لك كلمه انت عارف نفسك، عندك ثقه في نفسك، عارف ان هذا ضايشك. غير حاليا لا، قال لك كلمه عارف ايش عندك، مش عارف ايش، طب واش. هذه لك مميزاتها ان